مشاهدينا الكرام، حول تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الذي كشف وثائق مسربة عن ارتكاب القوات الأمريكية العديد من الانتهاكات ضد المدنيين في العراق وغيرها من البلدان الأخرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي. حياكم الله دكتور رحيم. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم وتحياتي شاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا دكتور. توالي اعترافات القوات الأمريكية، وإن كان حتى بشكل غير مباشر، إن كان عن طريق وثائق مسربة، أن القصف الذي قتل المدنيين في العراق كان خطأ غير مقصودا، هل يعفي هذا الاعتراف القوات الأمريكية من المسؤولية أو يخفف عنها هذا الضغط على الأقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقترب من الذكرى السنوية لاحتلال العراق ب 2003، نتذكر جيدا هذا اليوم الأسود. الاحتلال بحد ذاته جريمة، فما بالك إذا كان الاحتلال أتى دون سند من قواعد القانون الدولي. نحن نعرف حاول بوش أو حاولت الإدارة الأمريكية أن تستصدر قرارا من مجلس الأمن بذريعة أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، وبالتالي هذه الأسلحة يجب أن تدمر. لم تحصل الإدارة الأمريكية على هذا القرار من مجلس الأمن، فاتخذت القرار لوحدها بمعية بريطانيا ودول كثيرة، ومنها مع كل الأسف منها أوكرانيا التي يقيمون الدنيا ويقعدوها على الهجوم الروسي عليها، كانت متمركزة من ضمن المجموعات. وثالث جيش يحتل العراق بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانت القوات الأوكرانية، وتمسكت في منطقة الكوت. إذا المسألة، لو قارنا ما حصل في العراق وما حصل في دول أخرى، كان العراق يشكل معولا هاما لهذه الإدارة الأمريكية. أنا أستطيع أن نقول الجرائم التي ارتكبت في الفلوجة، نحن نتذكر جيدا استخدام القوات الأمريكية للفسفور الأصفر واليورانيوم المنظم، يعني كثير من المدنيين، بل أن هناك قبر جماعي ل 78 شخص ذابت اجسادهم في الفلوجه. فناهيك عن منطقه حديثه، ناهيك عن الاسحاقي في شمال بغداد، ناهيك عن كثير من المناطق التي استهدف بها المدنيين قبل العسكريين ولم يلتفت احد، ناهيك عن منطقه عن ساحه النسور في بغداد، كيف تصرفت البلاك ووتر على اطلقت الرصاص على اناس في تلك المنطقه فالطوهم قتلى. دكتور رحيم، يعني لو سمحت لي، الولايات المتحده القوه الاولى في العالم وصاحبه التكنولوجيا المتطوره في النظم العسكريه وغيرها، هل يعقل ان الضربات التي وجهتها والتي قالت بانها استهدفت مدنيين عن طريق الخطأ كانت فعلا خطأ، ام كانت موجهة وكانت متعمدة ان يكون هناك استهداف للمدنيين وان تكون هناك هذه الاعداد الكبيرة من الضحايا الابرياء؟ تتذرع الإدارة الأمريكية باستمرار عندما تكشف الجريمة وأنها استهدفت مدنيين، سواء عرس في هذه المنطقة أو تلك، أو عناصر مدنية أو نساء أو متواجدين في أماكن العبادة، تتذرع بعد ذلك أن هناك خطأ، والخطأ هنا جريمة وليس خطأ في هذه الحالة. هم يعرفون جيدا، يستطيعون التعامل مع القوات المسلحة العراقية أو القوات المسلحة في كل دول. هذه الجرائم التي ارتكبت في العراق لا تغتفر ولا تسقط في التقادم مهما طال الزمن. الإدارة الأمريكية، الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وحتى الإدارة الحالية اللي هو جو بايدن، إذا هؤلاء ارتكبوا مثل هذه الجرائم سيحاسبون في يوم من الأيام. صحيح أن الإدارة الأمريكية حاولت أن لا تخضع جنودها للمساءلة في القوانين الأجنبية، وهي تصدر قرارات بالعفو بأن هناك هؤلاء ينفذون أوامر الإدارة الأمريكية وبالتالي معفوون من كل مساءلة. الإدارة الأمريكية ارتكبت من الجرائم الكثيرة في سوريا، في أفغانستان، في ليبيا،
في اليمن، وما بالك الجرائم على امتداد التاريخ من قتل هيروشيما وناجازاكي. هؤلاء الذين دعنا الآن نصل دكتور إلى نقطة التعويضات ومطالبة ذوي الضحايا بالتعويضات من الجنات من الولايات المتحدة. أنا بس أود في البداية أن أسأل حضرتك، من يحكمون العراق اليوم، من يحكمون بغداد اليوم، جزء كبير منهم يدعون الآن بعد أن جاءوا مع الولايات المتحدة لحكم العراق، يدعون الآن أنهم مقاومة مناهضون لوجودها، يرفضون البقاء الأمريكي والوجود الأمريكي ويصفونها بأبشع الأوصاف اليوم. لكن السؤال ترى، إذا كانوا هم بهذه أو بهذا التوجه ويحملون هذه الأفكار المقاومة، دعنا نضعها بين قوسين للولايات المتحدة، لماذا لا يفعلون القضايا المتعلقة بمطالبة الولايات المتحدة بدفع تعويضات إعادة إعمار العراق كما فعلت الكويت مع العراق؟ لا، يعني هؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال هم لا يستطيعون أن يناقشوا الاحتلال من جرائمه. المعروف في كل قواعد القانون الدولي المساءلة تتم عندما تكون هناك خطأ أو جريمة وفعل، وعندما هناك مجرم وعلاقة سببية بين الحالتين، إذا تقام المسؤولية، ومسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وكل الذين شاركوها في هذه الجرائم، هذه هي المسؤولية في هذه المسؤولية الدولية. لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم هم مقاومة ويطالبون بإخراج المحتل، هم كانوا سببا في مجيء هذا الاحتلال. هم هؤلاء الذين يحكمون الآن العراق، وباعترافهم أن قوات الاحتلال جيء بها أو رحبوا بها أو آزروها عندما احتلت العراق. إذن لا عذر لهم إلا أن يحاسبوهم كما نستطيع أن نحاسب الإدارات الأمريكية والإدارات البريطانية البريطانيين نفس العملية، بل وأن عرابهم الذين يتمترسون حول نصائحه وحول ذرائعه هم شاركوا، الإيرانيين شاركوا جريمة الاحتلال. نتذكر جيدا مذكرات خاتمي ومذكرات نائب الرئيس الطحي عندما يقولون لولا إيران ما استطاعت الإدارة الأمريكية والقوات الغازية احتلال العراق، بل أن توني بلير كشف في وثيقة سرية توني بلير عندما تعثرت القوات الأمريكية في منطقة البصرة أم قطر، دار توني بلير زيارة سرية وقال لهم مكنوا القوات الأمريكية لكي نقوم بعملية التفاف على القوات العراقية ولكم ما تشاءون بعد ذلك. وهذه الوثيقة عند توني بلير عند البريطانيين، وأيضا عند الخاتمي من خلال المذكرات التي طبعت الآن. السؤال الأخير لحضرتك دكتور رحيم، إذا سمحت لي وأعتذر لجنابك بسبب ضيق الوقت، لكن السؤال الأخير، بصفتك خبير قانوني، خبير في القانون الدولي، إذا ما عزم ذوي الضحايا المدنيون طبعا الذين قضى أبنائهم أو أقربائهم في القصف الأمريكي أو بعمليات عسكرية أمريكية، إذا ما عزموا توجيه شكوى ضد الولايات المتحدة أو المطالبة بالحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي لحقت بهم، فإلى أي مؤسسة قضائية يتجهون؟ وهل هناك سبل قانونية لاستحصال الحقوق من الولايات المتحدة؟ المواطن العراقي إما أن يلجأ إلى القضاء الدولي، المحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. صحيح هي لا تسمح للأفراد أن يقاضوا، لأن الدول هي التي يحق لها أن تقاضي الدول، لكن من خلال منظمات العدل الدولية، منظمات حقوق الإنسان التي لها دور فاعل على المساحة الدولية. ونحن جربنا من خلال جماعة العدالة في جنيف، وأيضا من خلال التقرير الذي ثبت مسؤولية توني بلير، تقرير كلير شوف. إذا نستطيع أن نعتمد أن مؤشرات عديدة،
لابد أن نصل إلى حل، لكن هذه تحتاج إلى فترة زمنية، خصوصا أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بأنها أخطأت، وإنما أو ارتكبت جريمة، فحتى الخطأ خطأ أو ضرر وجريمة وعلاقة سببية تقابل مسؤولية حتى في قواعد القانون المدني وليس في قواعد القانون الدولي أيضا. ونحن نفترض جدلا أن هناك خطأ وأن هناك ضرر من خلال عدد القتلى والجرحى، وهناك علاقة سببية بين هذا الضرر وبين هذا الخطأ، إذا تقام المسؤولية، إذا يجب أن تتحمل الإدارة الأمريكية والإدارات التي جاءت معها في احتلال العراق. وصلت الفكرة دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.